قبل 5 سنوات تم الإعلان عن رؤية السعودية 2030 وهي خطة ما بعد النفط، خطة هدفها مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. 5 سنوات استثنائية عاشتها السعودية، فالنتائج مبهرة والأرقام قياسية رغم التحديات الكبرى وأزمة كورونا. رؤية 2030 أرست أسس المستقبل لتتقدم المملكة بخطى ثابتة وتكتب تاريخا تفتخر به الأجيال. حمادي كتب. يا بلادي نفتخر بمجادك. لسائل أن يتساءل لماذا رؤية 2030 في السعودية؟ لكي نزيل التحديات التي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مستغلة اللي قد تكون بحجم 90% من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات. ولكن ما الذي سيضمن نجاح الرؤية وترجمتها إلى واقع؟ قطعنا 70% شوط من وضع مركز دولة بكفاءة عالية، باقي 30% أعتقد سوف ننتهي منها في السنة ونصف القادمة. فهذا العمل استغرق تقريبا 3 سنوات من 2016 لتطوير مركز الدولة حتى 2018 إلينا بدينا ننطلق. فلو تلاحظ 2016-2018 كانت المنجزات يعني ضعيفة جدا مقارنة ب 2019. فالباشن هو أكبر دافع المسؤول أنه يتحرك بأكبر قدر ممكن. إذا كان هناك مسؤول بدون باشن للعمل هو يقوم فيه، من الصعب جدا أن ينجز أهداف وتطلعات كبيرة جدا. سقف الطموحات عال جدا والنسق سريع يسابق الزمن، فهل تواجه الرؤية تحد في تحقيق الأرقام؟ أنا ما أعتقد أول شيء أنه في تحدي في تنفيذ الأرقام، بل أعتقد أنه قربنا نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير. الإسكان هدف الرؤية 62%، وصلنا ل 60% في 2020. 62% سوف نصل لها إلى قبل أو في 2025، معناته هدف الرؤية تعدل من 62% إلى 70% لعدد المواطنين اللي يكون مساكن. فكل الأرقام اللي كان يعتقد أنه والله أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها، كسرنا أجزاء منها في 2020، وسوف نكسر كثير من هذه الأرقام في 2025، مما يعني أنه سوف نحقق أرقام أكبر في 2030. أرقام قياسية يحللها المختصون ويفهمونها، أما المواطن البسيط فالبطالة واحدة من أكبر مشاغله. في بداية الرؤية كانت البطالة تقريبا 14%، في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% وكسور بسبب الجائحة. طبعا ارتفعت البطالة، كنا أفضل سادس دولة في الجي 20 أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان الأخير للربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12%، وسوف نكسر حاجز 11% إن شاء الله في العام الحالي، وصولا إلى 10% وكسور، حتى وصولا إلى 2030 إلى 7%. كم وظيفة لدينا جيدة وكم وظيفة لدينا سيئة؟ اليوم في المملكة العربية السعودية لدينا فقط 50% وظيفة جيدة، 50 فقط والباقي وظائف سيئة. وش يعني وظيفة جيدة وظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب تلبس تشتري كل الأشياء اللي تحتاجها، عندك بيت عندك سيارة عندك كل احتياجاتك الرئيسية، لكن عندك قدرة على الادخار، عندك قدرة على الانفاق على الترفيه، عندك قدرة أنك تعيش حياة سعيدة. فهذه 50% وظائف. 50% الأخرى وظائف سيئة، تأكل تشرب تأخذ احتياجاتك الرئيسية، عندك بيت بس ما تقدر تدخر، ما تقدر تنمي ثروتك، ما تقدر تستمتع القليل. فمن يوم ما نوصل لمعدلات البطالة الطبيعية اللي إن شاء الله قبل الرؤية ما بين 7 إلى 4% سوف يكون هدف القادم اللي هو نرفع الوظائف الجيدة من 50% إلى 80% في المملكة العربية السعودية. صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، لكن كيف السبيل لمضاعفة حجم هذا الصندوق؟ اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية. تستطيع أن تقضي حوائجك اليومية بمدة مشي أقصاها 5 دقائق. أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من 5 سنوات إلا وهي مطروحة في السوق، مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع. فكل سنة we generate money كاش من التخارج، وناخذ هالكاش ونعيد ضخه في استثمار جديده داخل الاقتصاد السعودي. هذه اللي جابت 90 مليار السنه اللي راحت، هذه اللي بتجيب 160 مليار السنه هذه، وهذه اللي بتساعدنا تكون بشكل صاعد حتى نصل ل 400 مليار
في 2030، وفي 2030 سوف يكون قائد الانفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية، ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة. لكن هل هذا يعني توجها نحو الاستغناء عن القطاع النفطي؟ احنا لا نستغنى عن القطاع النفطي، احنا نبغى نزيد فائدتنا من القطاع النفطي، من الصناعات التحويلية إلى آخره، وأيضا نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي ننمو اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا. إذا أمامنا أي فرصة سوف نعمل عليها، سواء كانت 10 فرص أو 100 فرصة أو 1000 فرصة أو 10,000 فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سوف تفتح آفاق جديدة.